طب ايه برضو من نقدر نقول اسباب تاخر الانجاب يا طيب ترى؟ انا حابب اشرح في الفيديو، فيديو طب يا ريت هيقول لنا نعرض الفيديو بعد اذنكم على الشاشه عشان الدكتور. طيب قبل ما نعرض الفيديو يا دكتور، يعني هي تاخر الانجاب دوت اكيد برضو بيبقى ليه عامل نفسي، يعني احنا خلينا طب نشرح الفيديو وبعد كده نتكلم عن اوكي. العامل النفسي. اتفضل يا ده دكتور. جسم السيده ودي منطقه الحوض، انا هركز عليها. منطقه الحوض في الرحم قدامنا، والرحم ده عامل زي الكمثرى، جواه تجويف الرحم اللي بتزرع فيها جلي، وفي انبوبه يمين وشمال، والمبيض اليمين والمبيض الشمال. ده شكل المبيض الرحم. بعد كده في هرمونات بتيجي من المخ اللي هو الاف اس اتش والال اتش، دي هرمونات بتنشط التبويض بتاع المبيض نفسه. عشان كده لو فيها خلل الهرمونات دي بيحصل تاخر في الانجاب، اللي هو زي تكيس المبايض. ده مش كيس على المبيض ولا حاجه، دي لخبطه في الهرمونات. ده حصل تبويض اهم المبيض، وبعد كده التقطها الانبوبه علشان تمشي في الانبوبه، والباقي ال 20 30 بويضه دولت بيحصل لهم ضمور. يعني واحده بس اللي بتكبر والباقي كله بيضمر وتمشي في الانبوبه، بحثا على الايه؟ السائل المنوي، اللي هو وقت اللي بيحصل فيه جماع للزوج. حصل اخصاب للبويضه، بقت جنين في الانبوبه، وبتفضل ماشيه ماشيه لغايه ما تلاقي بطانه الرحم عشان تتزرع فيها. ده سيناريو اولاني. السيناريو الثاني اللي ما يحصلش حمل، ازاي بقى البويضه ماشيه وتنزل مع الدوره الشهريه، ما لقتش السائل المنوي عشان يخصن هي الانبوبه. خاصه تمام. فيبقى كده اسباب تاخر الحمل ببساطه ايه؟ اللي هو المبيض نفسه فيه مشكله، الانبوبه اليمين والشمال فيها التصاقات مقفوله مش هتعرف توصل البويضه، هو مشاكل في الرحم نفسه، في اورام ليفيه او لحميات او بطانه الرحم ضعيفه. يبقى دي الاسباب في العموم. وبنسمع عن بطانه الرحم المهاجره بطانه دي. الرحم المهاجره ده يعني ممكن السيده تحمل كمان على بطانه الرحم المهاجره، بس هي بطانه الرحم المهاجره دي ببساطه كلمه شائعه بنسمعها يا دكتور عباره برضه. عن ايه؟ ان البطانه اللي احنا شفناها في الفيديو اللي هي بتبطن الرحم نفسه، الرحم اللي هو نفسه. التجويف الرحم اللي بيتزرع فيه الجنين، دي بتروح اماكن تانية في الحوض، يعني اكنها بتمشي جوه في الانبوبه وبعد كده تنزل الحوض وتتزرع في الحوض نفسه، فبيحصل التصاقات في الحوض، فممكن تقفل لنا الانبوبه وتروح تتزرع في المبيض وتعمل لنا كيس شوكولاته، كيس دموي على المبيض، ده يعني اثر او يضغط على مخزون المبيض. فده دي الاسباب، لو عملت التصاقات او اثرت على مخزون المبيض بيبقى في تاخر في الانجاب في الحاله دي. طب دكتور، هي ليها علاقه كمان بالوزن السياده بتاعت السيده؟ دايما يقول لك السيده لما بيحصل لها وزن زياده بيحصل حاجه اسمها تكيس على المبايض، ويا ترى التكيس ده ليه علاقه يعني بان هو ممكن ما يحصلش التخصيب دوت ويحصل تاخر فعلا في الانجاب ولا انا عاوز اقول بس ان لفظ تكيس المبايض ده لفظ يعني غلط في المصطلح، عشان الست بتفهمه او بتترجمه هي نفسها غلط. بتقول انا عندي اكياس على المبيض، ده حاجه مش مظبوطه. احنا الفكره كلها للمبيض اللي فيه المخزون المبيض، في بويضه واحده بتكبر في عند نص الدوره الشهريه، يعني اليوم ال 14 علشان تطلع البويض، البويضه دي ما بتكبرش، ففي كسل في التبويض. الكسل ده ناتج من المخ، هرمونات المخ، هرمونات اللي بتحفز المبيض نتيجه الوزن الزايد. وفي دكاتره برضو سلم او رفيعين عندهم برضو تكيس، اللي هو كسل في التبويض. اسمها كسل ولا تكيس؟ هو التكيس ده ايه انا الكلمة مش الصح؟ انا رافض المصطلح ده، يعني عشان كلمة هما تكيس دي كلمة غلط غلط، خاطئة. المفروض تقال كسل في التبويض بس، كسل في التبويض نتيجة الهرمونات، لخبطة الهرمونات اللي في جسمها. ممكن يكون الوزن الزايد، وفي سيدات رفيعين برضو، يعني في سبب كله مش معروف، كلها نظريات. بس الفكرة ان لو هي برضو زيادة في الوزن، فهرمون الاستروجين الانوثه بيروح للخلايا الدهنيه اللي في جسمها، بيحول هرمون ذكوره، فالهرمون الذكوره ده يلخبط لنا الهرمونات اللي بتاعه التبويض، فيحصل ان البويضه ما بتكبرش معانا، فما بيحصلش حمل، فالدوره الشهريه تتاخر، بدل ما تحصل كل شهر تحصل كل 3 شهور او كل شهرين. طب هي دي نفس الكلمه اللي بيتقالوا مثلا بنات حتى رفيعين زي ما حضرتك بتقول، يتقالني عندك دهون على الرحم، هي نفس الموضوع ولا لا؟ ولا دهون الرحم دي حاجه تانية؟ ما هي دهون الرحم دي برضو كلها يعني حاجات يعني مسميات، ثقافة خاطئة أو مسميات خاطئة، يعني أكيد هي بس مش يعني المفروض ما تتقالش كده، تقال كسل في التبويض،
يعني مفيش عندها حاجه عضويه على المبيض، مفيش كيس على المبيض ولا اي حاجه، بالعكس السيدات دولت عندهم مخزون كتير في المبيض اليمين والشمال. بس اكيد في سلوكيات بتعملها السيده ممكن هي تبقى دي السبب الاساسي في تاخر الانجاب ولا لا؟ في 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 عوامل معينه موديفايبل يعني ممكن نلعب فيها عشان نحسن موضوع ونزود فرص الانجاب عند السيده والرجل. زي ايه بقى يا دكتور؟ يعني أول حاجة عايزين ارشادات من حضرتك توجهها لنا. السن عامل كبير كويس قوي، يعني الفتره المناسبه من الحمل ممكن ال 20 او خمس من 25 ل 35 ده سن كويس قوي. بلس اللي لازم برضو شريطه يبقى في نضج نفسي للزوجين، يعني ما يحصلش مارج على طول او زواج على طول وهم غير ناضجين نفسيا عشان يربوا الابن، او يحصل مشاكل، يحصل انفصال والطفل ده يحصل له مشاكل، يبقى في نضوج نفسي ونضوج اللي هو السن ده يبقى ما حصلش تاثير شارب في 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 البويضات، عشان بعد ال 35 يقل شويه المخزون المبيض بلس الجوده بتقل. فاحنا ده سن مناسب ليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عاوز برضو اتكلم على قصه مخزون المبيض دي، إن الام وهي حامل في بنتها، الام وهي حامل في بنتها البنوته دي عندها في المبيض 4 مليون بويضه. اول اما هي تولد بنتها البنت بيبقى عندها 400 الف بويضه. اول ما البنت دي توصل لسن البيوبرتي البلوغ بيبقى عندها من 100 ل 200 الف بويضه. كل شهر السيده بتفقد من 20 ل 30 بويضه شهريا لغايه ما توصل سن 52 سنه تنقطع الدوره الشهريه والمخزون بالزبط. المخزون ده كده يخلص خالص، فبنقول عليه سن انقطاع الطمس. تمام. بس دي حاجه. ده بالنسبه للايدج كل دوره شهريه بالنسبه للسن او العمر. ده احنا بالنسبه للسن. اول الزواج اول 3 شهور ده اكتر 3 شهور بيحصل فيهم في جندبيليتي حمل بيبقى بنسبه 25% اللي يحصل حمل اول 3 شهور. بعد كده كل 15% يعني من اول رابع شهر لغايه اخر السنه 15%. بعد اول سنه لو ما حصلش حمل الفرص بتبقى اقل، فبنستنى سنه عشان كده بنقول سنه. ولو ما فيش اي سبب واحد واضح ممكن السيده كمان تستنى سنتين. لو هي عملت تحاليل بعد سنه ولقيت كل الدنيا تمام ممكن تستنى السنه الثانيه عشان نسبه 80% يحتحوا منها الاول سنه. طب لو استنت الثانيه نسبه 90% بتقل. كل لا 90% يحصل حمل في خلال السنتين. 90% في خلال السنتين بس. اول سنه هي اهم سنه 80%. نبدا فحوصات ما فيش حاجه نستنى السنه الثانيه، لو في حاجه يبقى تتعالج خلاص السبب اتعرف، يبقى لازم انترفين نتدخل عشان نعالج السبب. ده بالنسبه لقصه السن. رقم 2 الوزن زي ما حضرتك نقول يبقى السيده لازم تقل وزنها علشان هرمون الانوثه ما تحولش لهرمون ذكوره فيقلل لنا لخبط لنا الهرمونات. رقم 3 الرجل برضو يقلل الوزن علشان هرمون بقى الذكوره عند الرجل بيروح للخلايا الدهنيه بتحول لهرمون انوثه فيحصل له تسدي ويحصل له ضعف في الانتصاب ويأثر على الحيوانات المنويه تقل عددها.